يأتي هذا فيما قام آلاف الأستراليين بمسيرات حشدة في عدة مدن لحث الحكومات على اتخاذ خطوات فعالة للحد من ظاهرة التغير المناخي على خلفية انعقاد مؤتمر المناخ بكوبنهاجن. وقال أحد منظمي المسيرة إنها الطريقة الوحيدة المتاحة لحوالي 100,000 أسترالي لبعث رسالة للقائمين على المؤتمر ليظهروا للعالم مدى اهتمامهم بالنتائج المرتقبة التي ستصدر عنه.